بعدنا ما لحقنا ناكل نشرب مي. ركضنا على المكنس. مطبخ فاضي. ما في أحد. أول مرة ندخل في توب شيف كوزين وهي مظالمة هكاك. ثوم. ثوم. لقينا سلة ثوم كبيرة نازلة من فوق. جارليك يا مان. جارليك يا جارليك. كمية ثوم بشكل مش طبيعي. في حد جاير؟ مفيش حد جاير ليه؟ شيف منى وين؟ شيف منى مش موجودة وفي 40 دقيقة محطوطة على التايمر. فجأة صوت جرس انذار الحرب. ايه ده؟ اوه ايش صاير؟ شو في؟ النور كله عمال ينور. شو صار؟ بلش الوقت. بلش الوقت يا شباب. كيف بلش الوقت؟ طيب ايش نسوي بالثوم؟ مخزن اتفتح والتايمر بدأ يعد. شو الاختبار؟ لحالنا نعمل بدنا اياه؟ جت الكرقي هاد يركض. يا جدعان انا مش فاهم حاجة. فما ثوم؟ نحن شايفين شنو مش نعمل؟ نعمل ثوم. خلص انه بدنا نبلش نعمل شيء بالثوم بس ما بنعرف شو هو. الوقت بلش ما في مجال اصلا للسؤال. على اي اساس قاعدين ناخذ اغراض؟ ما عارف.